كشف الموقع الرسمي لالفاف عن عقد الاتحاد الجزائري لكره القدم لاجتماع تنسيقي لدراسه العديد من النقاط ابرزها التحضير للجمعيات العامه الانتخابيه للرابطه المحترفه لكره القدم رابطه الهواة ورابطه ما بين الجهات قبل بدايه الموسم الجديد. واضاف البيان بان رئيس الفاف شرف الدين عماره تراس هذا الاجتماع الى جانب نائبيه عمار بهلول وياسين بن حمزه وكذا السكرتير العام لالفاف وبحضور كل من رئيس رابطه المحترفه عبد الكريم دوار رئيس رابطه الهواة علي مالك بالاضافه لرئيس رابطه ما بين الجهات بن مجبر